بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الكرام، يسعدني لقياكم في سلسلة تعلم القراءة والكتابة باللغة الفرنسية. اليوم وصلنا إلى الدرس 24، وفيه سوف نرى الحرفين أ مع إي كيف يقرأان معا. لكن قبل ذلك أدعو المشاهدين الشدود إلى الاشتراك في القناة، وأدعو كذلك كل من استفاد من هذا الدرس أن يترك تعليق ويدعمنا بلايك. إذن هذا الدرس سيتكون من عدة شرائح سوف أبدأ في تقديمها إن شاء الله. إذن لاحظوا معي هذه الصورة، كيسكو سي، ماذا يشد بها؟ الثلج، ناج، ناج. أما الصورة الثانية، ديزيون إيماج، بالين، بالين. إذن هنا 16، 16. Je répète, neige, baleine, 16. إذن الكلمة الأولى neige تتكون من كم من مقطع؟ إذن تتكون من المقطع الأول ني، المقطع الثاني ج، نيج. الكلمة التالية لدينا با لي ن، لدينا ثلاث مقاطع، trois syllabes. Alors با لي ن، ثم 16، لدينا المقطع الاول بروميير سيلاب سي، لا دوزيام سيلاب ز. très bien. alors nous avons neige با لي ن 16. alors quel est le son qui se répète ici؟ ما هو الصوت الذي يتكرر هنا؟ neige baleine 16. كان الصوت الذي يتكرر هنا هو صوت اي. لدينا هنا ني با لين، با لين، سيز، سيز. إذن لدينا هنا ني لي سي. إذن الصوت الذي يتكرر هو صوت اي. إذن الصوت اي هنا يكتب ب او متبوع ب اي، او اي، او إي. إذن هذا هو درسنا لهذا اليوم، صوت أي الذي يكتب ب أ مع إي. إذن رأينا في الدروس الماضية أن الصوت أي يكتب ب أ متبوع ب إي، و أي avec un accent grave، و كذلك أ avec un accent circonflexe. إذن سنضيف إليهم اليوم E متبوع ب E. إذا جميع هذه الكتابات تنطق ب A مفتوحة. لدينا A A A A. بالنسبة ل E متبوع ب E هناك استثناءات. مثلا إذا كان E مع E متبوعان بنون فلا ينطق N بل ينطقون أن أن، مثل فرين، فرين. أما إذا كان أ و إي متبوعان بحرف اللام فإن اللام ينطق بالياء، إذن ينطقون جميعا أي، مثل سولي، سولي. طيب يعني. إذن في هذا الجدول تلاحظون مجموعة من الظواهر سبق أن قدمناها في الدروس الماضية، ومن لم يشاهدها سوف أضع له الرابط هنا في الأعلى لكي يقوم بمشاهدة هذه الدروس. إذن بالنسبة لي إم إذا كان متبوع ب أ ينطق ب م، أما إذا كان متبوع ب إي ينطق ب مي. alors ب ب ل لي ن ني ت ti, pe, pi, de, di, e, i, se, si, re, ri. إذن هو القراءة م، ب، ل، ن، ت، ب، de, e, se, re. لكن إذا كان e متبوع ب i فإن نطقه يتغير ليصبح مي، بي،
لي ني تي بي دي اي سي ري. أعيد القراءة. مي بي لي ني تي بي دي اي سي ري. إذا ننتقل إلى شجرة قراءة. إذن ب مطبوع ب أ إي ب بيج. إن مطبوع ب أ ني نيج. في مطبوع ب أ في فين. و إر مطبوع ب أ ري رين. Je répète la lecture. B, ne, v, re. Beige, neige, ven, reine. B, beige, ne, neige, v, ven, re, reine. Bien. Yeah. Un intercalé là-bas, c'est ta Marie. Encadre les mots où tu vois et. مطلوب منا هو أن نقوم بتعطيل الكلمات التي نرى فيها اي. الكلمة الأولى بنيي. بنيي. هل ترون فيها او اي؟ Est-ce que vous voyez او اي؟ نعم لدينا هنا او اي. إذن سوف نقوم بتعطيل الكلمة. فانكادري لو مو. بنيي. بيان. لي هل تسمعون الصوت اي؟ نعم. هل ترون او اي؟ لا لدينا هنا ا اي. طيب ننتقل للكلمه المواليه تريز. تريز هل تسمعون اي؟ نعم. هل يكتب ب او اي؟ نعم لدينا هنا او متبوع ب اي. بيان. alors on va encadrer le mot تريز. فريز هل تسمعون A؟ نعم. هل يكتب ب E I؟ لا لدينا هنا A مع I. بيان. انتور لا سيلاب او تي فوا A. إذا المطلوب منا هو أن نحيط المقطع لا سيلاب التي تتضمن هذه المتتالية من الحروف E مع I. ألوغ A هل فيها A؟ لا. لي؟ نعم لدينا E و I. ن لا في نعم سنقوم بإحاطة في انيون لا بلي نعم ان لا. الآن سننتقل لقراءة بعض الكلمات التي تتضمن اي. للإشارة فقط فإن هذه الكلمات قليلة جدا في اللغة الفرنسية. إذا لدينا با لي ن غي ن بي ن في ن بلي ن ني ج بي ج سي ن سي ز تغي ز بي ني بي ني T N Y A L N C N Y R F N Y A. عيد القراءة. ب ل ن غ ن ب ن و ن ل ن ن ج و ج س ن س ز ت غ ز peigne, baigner, teigne, haleine, seigneur, feignant. إذن أعزائي الكرام إلى هنا انتهى هذا الدرس. أمل أن أكون قد وفقت في تقديمه. وإن كان كذلك لا تبخل علينا بوضع لايك وتعليق ولا تنسوا كذلك الاشتراك في القناة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.